السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم محمود عامر في حلقة جديدة النهاردة من قناة البيت الإلكتروني. وزي ما احنا شايفين معانا جهاز 43 بوصة جاك، فيه عطل في البانل زي ما احنا شايفين. طبعا الجهاز ده معروف في مشكلة في البانل، البانلات نازلة فيها مشاكل وكله محدش بيصلحه عشان ما بينجحش. فاحنا هنجرب مع بعض النهاردة ونشوف هينجح معانا ولا مش هينجح. البانل 43 بوصة باندا، التكون رقمه 42 تي سي 42 5 شرطة 001، موديل الجهاز. ان جي ال دي 43 تي. احنا دلوقتي عندنا مشكلة في البانل، عايزين نعرف المشكلة دي قافلة في الازازة، عايزين نعرف المشكلة القافلة في الجنب اليمين ولا الجنب الشمال. هنبدأ ان احنا نفصل الفلاتات جنب جنب ونشوف الصورة هتظبط معانا ولا في قافلة في الجنبين، لان البانل ده ساعات بيجي في قافلة في الجنبين. هنفصل اول جنب ونبدأ نجرب. الليجي اكتر واحد كان على خريطه يوسف شاهين هو عود الليجي. الجنب ده فيه نفس المشكله ما زالت موجوده معانا، يبقى كده الجنب ده فيه مشكله. هنفصل ونوصل الجنب التاني نشوف الجنب التاني سليم ولا برضو فيه مشكله، يعني القفله في الازازه في الجنبين ولا في جنب واحد. هنبدأ نوصل الجهاز في الكهرباء. طبعا العملية دي متعملش وانت موصل الجهاز في الكهرباء، لازم نكون فاصلين الجهاز من الكهرباء خالص. هنا الجهاز اشتغل زي ما احنا شايفين، الجنب ده كده سليم مفهوش اي مشاكل، يبقى كده عندنا القفلة في الجنب ده. في طريقتين للحل، هي طريقة القطع ان احنا بنقطع من عند الكوفات او بنعزل. في حالة وجود التيكون طبعا العزل بيكون اسهل، عشان لو قطعنا حاجة غلط مش هي دي اللي عاملة القفلة نقدر نرجعها تاني بسهولة يعني. قطعت حتة لزق، ممكن استخدم سولوتيب لو موجود يكون افضل، وابدأ اجيب الفلاتة واعزل جزء من الاول من هنا واجرب. هنجرب برضو في الفلاتة في الجنب اليمين وفي الجنب الشمال. لسه برضو في مشكلة. فصلنا الكهرباء. سامحوني بقى التصوير وحش جدا لان انا ماسك الموبايل بصور بالموبايل مش مثبته، ماسكه بايدي. طبعا هعمل العزل ده بسولوتيب ان شاء الله لو نجح معانا، وهو في حالة ان في جنب اشتغل مش الجنبين فيهم قافلة بينجح ان شاء الله.
هعمل الكلام ده بسولوتيب عشان يكون شكله نضيف، وهنشوفوه برضو. بس نجرب. الصورة طلعت معانا كويسة، ما فيهاش أي مشاكل ما شاء الله. يعني مش من العادي إن البانل ده بيبقى ناجح معانا كده، عاملينه كذا مرة قبل كده بس مش بيبقى ناجح للدرجة اللي هي 100% زي ما احنا شايفين. هوقف التصوير، هظبط العزل اللي أنا عامله وأوصل الجهاز ليه إشارة ونشوف الصورة مع بعض. زي ما احنا شايفين الصورة ممتازة بدون اي مشاكل. شوف مع بعض مكان العزل، ولا كأني حاجة معزولة. ايه ادي الخطوط، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، حوالي 12 طرف عازلين 12 خط. الحمد لله بفضل الله جاز زي ما احنا شايفين، صورته ممتازة ما فيهوش اي مشاكل. هقفل الجهاز خالص وهنشوفه مع بعض تاني. ده الشكل النهائي للشاشة زي ما احنا شايفين، الصورة شغالة ممتازة. الريجة اللي موجودة دي طبعا من الكابلات بتاعت الاي في وما فيهوش اي مشاكل. ولا بكسلة ولا خطوط ولا أي حاجة خالص. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وأقدر يفيدكم، وإن شاء الله مشكلتهم تتحل على طول. موديل الجهاز تاني NGLD LD 43T. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.